اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج الجريء والجميل. بعد وقت طويل جدا حاولت ان انا افكر اقول يا جماعه طب انا اجيب لكم مذيع مين تقدم معايا البرنامج. قعدت ادور كده مين تطلع معايا السيزون ده. عملنا بقى ايه؟ قلنا لا احنا نتكلم مع الناس على البيدج بتاعت البرنامج ونقول مين احسن مذيع كانت معايا طول السيزون ده. بصراحه ما لقيتش اكتر واحسن من اسراء، وده مش كلامي انا، لا ده كلامكم انتوا على البيدج بتاعت البرنامج. فخلاص قالوا لي لا يا محمد انت لازم تبقى معاك اسراء ثروت، هي المذيعه اللي ثابته معاك طول فتره البرنامج. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الفانز بتوعك كتير قوي يا اسراء. نعمل ايه بقى؟ بيحبوني. بيحبوك كتير بصراحه. تمام. معانا مين بقى النهارده؟ معايا ساره عبد الله، ميك اب ارتست. كلمينا بقى في البدايه كده، انا حابه اقول لك كلمينا عن الميك اب بشكل عام. ازاي دخلتي مجال الميك اب، وهل خدتي كورسات ولا لا؟ دخلت يعني ما كنتش بدماغي اصلا حوار الميك اب ده، بس انا كنت يعني دخلته كده، قلت ايه اغامر شويه في الميك اب، عايزه اعمل حاجه ليا. بس دخلته كده اخدت كورسات الاول 2018، بعد كده قعدت فتره طويله، بعد كده دلوقتي اخدت كورس تاني، فقلت هبدا بقى ان شاء الله ربنا يسهل. يعني انت في البدايه خالص ما كانش موهبه؟ لا ما كانش موهبه هي خالص. كانت الفكره كلها ان انت دخلتي مجال الميك اب عن طريق كورسات. بالظبط كده، صح كده. والكورسات فعلا فادتك ولقيتك انك حاجات فعلا كتيره. لا فادتني حاجات كتير. انا كنت فاكره اللي هو سهل وكده، بس هو الموضوع صعب. لازم الالوان وكده ورسمه العين. انا كنت فاكره ما فيش يعني عين عادي، ما فيش حاجه فوق العين، بس لازم فوق العين حاجات تدمج وكده. طب وبعد الكورس طبقتي ازاي؟ طبقتي بالسوشيال ميديا الفيديوهات وكده؟ لا نزلت شغلي مع ناس وكده. حطيتي لوكات على موديل كتير؟ للبشره النوبيه بس. اشمعنى البشره النوبيه؟ مش عارفه، هي ممكن عشان انا نوبيه فبنحاز البشره النوبيه اكتر السمراء، لكن ما غامرتش بقى، عملتش البشره الفاتحه خالص. لا لحد النهارده يعني لحد النهارده انت بتشتغلي على البشره النوبيه بس او البشره السمراء بس؟ السمراء بس. طب يعني انت بتعرفي تعملي على البشره البيضاء ولا ما جربتيش؟ لا ما جربتش صراحه. لا ما غمرتش في البيضاء بس ان شاء في الله. اختلاف ايه؟ في اختلاف بين الاثنين؟ طبعا في البشره السمراء اصلا يعني الميك اب بتاعها بيبقى حلو. البشره السمراء لما باي ميك اب بتاعها حلو. حتى دلوقتي البشره الفاتحه عايزين ميك اب اغمق شويه. بتشتغلي بقى على كده بالكونتور؟ بالكونتور بالكونتور كل حاجه. بنغمق بالفاونديشن، بس بندمج الالوان بقى. لو مثلا لو فاتحه قوي بنحط مثلا سنه كده من الفونديشن اللي هو الغامق. بس مع البشره الفاتحه والبشره الغامقه لو عملتي نفس اللوك الاختلاف بيبقى باين اكتر في البشره. اكتر في البشره السمراء. طبعا لان بيبقى كتير، لان السمر هو نص الجمال. صح، انت قصدك تقولي كده. انت إيه؟ من الاول خالص هو اكيد الجمال كله عايز نص الجمال. السمر الجمال كله. اكيد. احنا من هنا عايزين نوجه تحيه وتقدير واجلال لشعب اسوان وبالاخص اهل النوبه، لانهم فعلا من اطيب الناس اللي موجودين على الارض. والله مش مجامله عشان حضرتك موجوده. لا اكيد انا عارفه. اكيد ايوه معروفين والله. حضرتك متواضعه جدا. متواضعه جدا. لا ما هي والله معروفين بالكرم وكل حاجه والله. طبعا طبعا. طيب دلوقتي لو هنروح مثلا، انت دلوقتي خلاص احنا عرفنا انك انت بتعملي لوكات على البشره السمراء او البشره النوبيه. طيب الافراح، لو مثلا جالك فرح عروسه بشرتها بيضه، بترفضي انك تعملها ميك اب؟ لا لازم اغامر. عشان ما جاليش. لكن انا لازم اغامر عشان امشي على البشره دي والبشره دي، عشان الشغل ما بتقلوش. لا صراحه فلازم ده ولازم ده عشان ايديا كمان تاخد على البشره الفاتحه. لازم. طيب ايه رايك في البنات اللي بتنام بالميك اب؟ لا اصلا الميك اب اصلا يعني انت تقول لهم ايه؟ لا الميك اب اصلا بيبوظ الوش. فلازم البشره تهدى شويه، ولازم نستخدم لها نهتم بالسكين كير. لازم يكون في ماسكات. طب بالنسبه للبنات اللي كل يوم بتحط ميك اب عشان الجامعه وعشان الشغل والموديل؟ لا غلط غلط، بيعمل اكسده مع الشمس. ففي يعني في كريم بيبي ده حلو، منه فونديشن ومنه بيحافظ على الوش. مفيش حاجه بتعالج وفي نفس الوقت تدي نفس الماتيريال اللي انا حاطاه نفس لا كل الميك اب لا بوظ الوش كله. يعني كل مثلا يكون عندك مناسبه، عندك مثلا فرح كده بتحطي، لكن كل يوم ده بيعجز الوش اصلا. طب كلميني بقى، انت ازاي بتهيئي البشره قبل ما بتشتغلي؟ يعني ازاي يعني بشره لازم ماسكات، هو لازم ماسكات الاول. طب والبشره الدهنيه بتتعاملي معاها ازاي؟ لا البشره الدهنيه عادي، هو الفاونديشن والكونتور يعني بودر. حضرتك طبعا عارفه ان انواع البشره ثلاثه. طبعا الدهنيه والمختلطه والجافه. جافه.
اشرحي لنا بقى الفرق بين الثلاثه وبتتعاملي مع كل واحده ازاي. البشره الدهنيه بنحط لها الكونتور اللي هو الباودر، والبشره العاديه او المختلطه بنحط لها الكونتور الكريم عشان ما يبقاش مع الزيوت بيأكسد في الجسم. يعني هي الفكره كلها في الكونتور. في الكونتور، الكونتور اصلا بيحدد ملامح الوش. لو الوش مثلا كبير مدور، بنحدد بننحت هنا مثلا بالاسود وكده مع الكونتور كله. بس يعني هي الفكره كلها في الكونتور، كلها كونتور، بتصغر بتصغر منطقه الانف وكل حاجه. بس انا بلاحظ ان البنت السمراء دايما يعني اي ميك اب بسيط بيبان عليها الجمال، عشان البصره صح. يعني البنت اللي هي الفاتحه او البيضه شويه بتقعدوا تلعبوا في وشها كتير. ايه ما هم بيحطوا ما هم اصلا مش محتاجين، انت فاهمني؟ بس لما بتحط ميك اب زياده على اللزوم حبوب بقى بيبقى في مشاكل بشره. طب بالنسبه للحواجب ازاي اعرف ارسمها وازاي برضو احافظ عليها ان هي ما تقعش؟ يعني كله بيقول لك ان الالم بيوقع. عن الالم بيوقع الحواجب، لكن في دلوقتي اللي هو ماسكره الحواجب، بتحدد الاول من جوه لبره كده بال اسمه ايه بالجل، بتحدد بالجل وبس، وبعد كده ماسكره بتملي الفراغات. قصدك بتملي الفراغات وبتحددي بقى بالكونسيلر من تحت الحواجب. ايوه بس بترسمي الحواجب نفسها. طب لو عملت تاتو؟ لا ما برجحش التاتو صراحه، عشان بيبوظ في الاخر، هتحسي حواجبك اصلا مش موجوده. لا مش حباها. بس احنا ملاحظين ان حضرتك ميك اب ارتست بس مش حاطه ميك اب كتير خالص. انا ما بحبش الميك اب بس دخلت المهنه. طب ازاي؟ لا مش بحط اصلا، يعني مش بحط قوي، يعني الميك اب بتاعك سيمبل قوي وملامح وشك باينه وجمال. بحط حاجات بسيطه والله، يعني حتى الفونديشن مش بحطه كتير، هو ماسكارا روج كده بلاشر كده بس. طيب انت عندك وصفات معينه تقوليها للبنات قبل ما ينزلوا من البيت مثلا يستخدموها علشان يعني الشمس تغطي؟ لا وكمان علشان الميك اب اللي بيحطوه كتير دي تبقى حاجه تعالج موضوع الميك اب كتير اللي ما بيحطوه. لا هو في كريم بيبي ده حلو قوي، هو ده بيعالج. لكن ما فيش مثلا ماسك البن مثلا، ماسك الزبادي بالخيار. انا نفسي بحط ماسك البن مع البيض، حلو قوي. حلو، بيفتح وبيشيل كل حاجه، نمش وكله. طب الفونديشن اللي هو بي بي ده مع كل البشره؟ مع كل البشره. هتلاقي عندك فيه درجات. وانزل بيه عادي الصبح عادي، ما فيهوش اي حاجه ولا اي حاجه، ما بيعملش حاجه مع الشمس. طب انت مواكبه الموضه بتاعت الميك اب الايام دي؟ يعني احدث الصيحات طب انت ايه احدث صيحه شفتيها وعجبتك؟ انا اهم حاجه عندي الحواجب، فدلوقتي نزل دلوقتي القلم اللي هو بتاع الحواجب ده اللي هو 3 سنون ده، جميل قوي، ده بديل المايكرو بليدنج، حلو قوي. وده يعني ده ملوش اي اضرار؟ لا ما فيهوش اي حاجه. لا حلو قوي. طب والعين؟ في ميك اب ارتست لما تيجي تبدا شغلها اول حاجه بتبداها العين؟ لا انا اول حاجه ما ببداها الحواجب صراحه. الحواجب بعد كده تبدا؟ انا كان اقل اكتر يعني تحت خالص اللي هو العين صراحه، ما كنتش بلعب فيها. يعني اخر حاجه خالص بتبدا مع ان العين هي بتبين الوش كله. بس دلوقتي الناس تقول لك انا بفنش بالروج بالبق. الحواجب، الرموش، الروج ده اللي بيبين الوش. طب ازاي ادمج اللي فوق العين؟ الالوان بتاخديها ازاي؟ على حسب البنت؟ على حسب الالوان. لا الاندرتون بتاع مثلا لو ازرق باخد له الوان هاديه دافيه قوي، لكن لو اخضر بودي له الالوان الحاره بقى. لكن احنا النهارده يعني لو هنتكلم عن عنوان فكرتنا النهارده اللي هو الفرق بين الميك اب النوبي والميك اب العادي، حضرتك بتقولي ان مفيش فرق خالص، الميك اب واحد. لا الميك اب كله واحد، مفيش ولا سعودي ولا ميك اب نوبي. لا بس في ميك اب خليجي بيبقى ليه شكل معين كده. لا مفيش حاجه، بيسحبوا العين. هي سحبه العين، كل حاجه على الوش برده، طبيعه الوش. بيبقى في عين واسعه عايزه تضيق شويه، في عين ضيقه عايزه توسع، يعني كله بالايلاينر. بس انا لو عروسه الحاجات النوبيه بيبقى بس مثلا في الطرح، مثلا في الاكسسوارات، في الشنط اللي هي الهاند ميد دي نازله جديد بتبقى، ومثلا الشوزات كده بس. لكن مفيش حاجه اسمها ميك اب نوبي خالص. لا طيب شكل الميك اب يعني الاكسسوارز اللي بيتلبس البنت بتلبس اكسسوارز نوبيه صح؟ الاكسسوارز النوبي ده ليه ميك اب معين بيتحط عليه؟ لا خالص، يعني هو كل الميك اب كل واحد بس كله على طبيعه الوش. الاكسسوارات من الاكسسوارات بردك بتبان طبيعه الوش. ما هي ما انا بتكلم في النقطه دي. لا الاكسسوارات هي الحلقان، الشنط، الشوزات كده بس.
هي دي اللي بتبين كمان الميك اب. فعلا انه بي بيبان. يعني انت ممكن مثلا بنت تحط ميك اب عادي وما تلبس اكسسوارز ما يبانش الميك اب. لا ما يبانش بقى في الاكسسوارات في الشنط الهاند ميد الالوان وكده بس. لكن طبعا انا دلوقتي لو عروسه وجايه بقول لك اعملي لي ميك اب خليجي وانت شايفه ان هو ما بيليقش اصلا عليا, انت هتنصحيني وانا رفضت ان انا اسمع بالنصيحه. لا الميك اب الخليجي اللي هو سحبه العين بس. افرض انا عيني مش محتاجه, مش محتاجه حتى ايلاينر ان انا احطها. لا خلاص ما انا انا يعني هبين لك اللي هو فعلا مش هينفع معاكي. برسم لها الخليجي والثانيه العاديه, هتلاقي العاديه برضك احلى. الخليجي خليجي خليجي, لكن ما تبقاش مثلا مصريه تقول لك ميك اب خليجي. طب هي العين الضيقه ايه, العين الضيقه بتظهر ازاي؟ بتظهر ازاي؟ بسحبه بسيطه بس من على الجنب كده زي عيني. طبعا عين ضيقه بسحبه بسيطه بس من على الجنب بتوسع العين شويه. حتى الرموش بتبقى رمش ورمش, ما بنحطش الرموش كلها كامله, لا بنجيب بس شعرايتين في الاخر بس عشان توسع العين. والكحل اللي جوه العين, الكحل اللي هو الابيض ما احطش اسود؟ لا حتى لو حطيت بيضيق. اسود وحطيت لون تاني فاتح معاه تحتيه ايه؟ لا هو الكحل الابيض بيوسع العين. بالنسبه للعين الضيقه اللي هي. طب انت ما فكرتيش بقى انك تفتحي مكان هنا؟ انت حضرتك مقيمه هنا في القاهره؟ مقيمه. تمام, ما فكرتيش تفتحي مكان تبقى انك تشتغلي من خلاله؟ والله انا نفسي ابدا والله, يعني ان شاء الله هبدا قريب. انا كنت شغاله مع ناس وكده بردك نوبيين, بس قعدت بقى ساعه الجواز والخلفه وكده, بس قلت ان شاء الله هبدا بقى واغامر. هتخش بقى في المجال بكل انواع البشرات بالالوان كل حاجه. ان شاء الله. وشايف ان ده ان شاء الله هيكون يعني حلو عشان انا بحب الالوان. يعني انت كواحده اول مره تتعاملي مع بشره بيضة, هتبدأيها الاول ازاي؟ هل لو جالك شغل من خلال بنت بيضة عروسه مثلا هتشتغليها على طول, ولا انك مثلا لا هعمل سيشن الاول اجرب فيه؟ لازم اعمل سيشن يعني تيست, يعني لازم اجيب واحده موديلز برضك واتعامل بيضة وتشتغل عليها, او هي العروسه اتعامل عليها قبل الفرح عادي مش هتقلق؟ لا مش مشكله. واثقه حضرتك من نفسك قوي. واثقه من نفسك قوي. عشان عايزه اغامر. حابه المغامره والله, عشان انا نفسي اعمل حاجه فعلا. حابه موضوع الموضوع عشان بحب الالوان. بحب الميك اب بس مع اني مش بحط ميك اب قوي. واضح ان حضرتك مش ميك اب خالص. انا ملاحظه كمان في لبسك ان انت بتحبي بتميلي للفواتح اكتر, البرتقاني. بحب شفت الصور بتاعتك الاصفر. الاصفر والليموني والحاجات دي. بحبها, ما بحبش الغوامق صراحه. سواء شتاء او صيف بحب الفواتح. هل ده علشان لون بشره حضرتك ولا انت عامه كده؟ لا انا عامه كده من بدري وانا صغيره. بتحبي الفواتح؟ بحب الفواتح, الفوشيا, الاورنج. ممكن ادخل لونين في بعض الالوان صرخه عادي. بس يعني انتوا اصلا كنوبيين معروفين بالالوان الفاتحه اكتر. يعني انت لو رحت فرح هتلاقي كلهم لابسين فواتح, مفيش حد لابس غامق. لا احنا بصراحه عايزين نقول لك ان احنا من ساعه ما بدانا الحلقه واحنا معجبين بلفه الطرحه بتاعت حضرتك. ربنا يخليك. والحلقه الحلقه صح, الحلقه بلدي. لا والاكسسوارز بتاع النوبه والتطريز يعني هاند ميد, شغل هاند ميد حلو جدا بصراحه. ربنا يخليك. فاخر رساله تحبي توجهيها للناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي وبيحطوا ميك اب كتير بقى, ونصايح يعني انصحي الناس اللي هي والله بتتضر من الميك اب. الميك اب كتير مش حلو, بيبوظ البشره, ولازم البشره تتنفس شويه, يعني تستخدمها ماسكات سكين كير عشان البشره بس يعني تجري فيها شويه الدم يعني. لكن عشان هيحصل مشاكل بعد كده. طب عايزك تقولي للناس الوصفه اللي انت قلت عليها اللي هي بيض بالبن. البن اصلا لوحده بيفتح. اشرحي لهم بقى بتتعمل ازاي يعني عادي. خطواتها ايه؟ هو بن, بتجيب حبه بن وتاخد بياض البيض بس وبس, وتقلبه برضك, بتخففه بالميه, ميه دافيه كده شويه, وتحط على الوش, بيبقى ماسك جميل. لمده قد ايه؟ لا على حسب ما ينشف بقى, نص ساعة, ساعة الا ربع ساعة. طب وبعدين بتفركيه كدوائر؟ خفيف قوي, بيتفرك خفيف قوي وخلاص كده. بس مية, بس تشطفيه مية بس بيبقى حلو. بيقلل الحبوب كل حاجة. حابة تضيفي أي حاجة للناس اللي لسه هتيجي تتعامل مع حضرتك في الشغل, يعني تطمنيهم تقول لهم إيه؟ ما تقلقوش مني خالص. لا ان شاء الله تكون فتحت خير ان شاء الله, ربنا يسهل ان شاء الله. واحنا على طول برنامج الجري والجمال هيبقى سبورت ليكي, اول ما تفتحي مكان احنا هنكون موجودين. اكيد ان شاء الله. اكيد وهتعمل لنا خصم 50% على اي حد من اكيد خصم من غير حاجه, وانا هاجي فور فري. اكيد طبعا. اكيد يا اسراء. اكيد احنا بنشكرك جدا, وبنتمنى لك دايما التوفيق والنجاح, ونشوفك احسن ميك اب ارتست في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. نورتينا. بنشكركم جدا. هنا تكون خلصت فقرة الميك اب. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يا رب تكون فكرة الميك اب عجبتكم. النهارده بقى هنتكلم في موضوع كده عايز اتناقش معاكم فيه. احنا عاملين ان شاء الله باذن الله مهرجان اسمه ميس ميك اب فيستيفال. المهرجان ده هو عباره عن اكبر مسابقه ان شاء الله هتتعمل للميك اب ارتست. هيشترك فيها 30 ميك اب ارتست، كل 10 هيعملوا لوك مختلف، 10 هيعملوا لوك زفاف، و10 سواريه، و10 كاجوال. كل 10 من دول هتطلع فيهم متسابقه هي اللي هتكون فازت باحسن لوك. يعني بتوع مثلا السواريه هتبقى دي احسن واحده عملت لوك سواريه. كل ميك اب ارتست هتجيب معاها موديل تعرض عليها شغلها، وهيكون في لجنه تحكيم مكونه من ميك اب ارتست من ميك اب ارتست الكبار الموجودين هنا في مصر، وهيكون كمان في فنانين موجودين في لجنه التحكيم وفنانين موجودين كمان كحضور. اللي حابب يشارك في المسابقه هنحط لكم رقم. كل اللي حابب يشترك يبعت لنا بس مسج على رقم التواصل واتساب، وهنقول له كل التفاصيل. هي الفكره كلها ان احنا عايزين الموضوع كله ان احنا عايزين نوصل شغل كل ميك اب ارتست مبتدئه او حتى متوسطه، مثلا بقى لها 5 سنين شغاله في المجال، 6 سنين، مش 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 مسافه يعني، مش مده يعني، ان هي تعرض شغلها قدام رجال اعمال، قدام سيدات اعمال، قدام فنانين، قدام مشاهير من بتوع السوشيال ميديا او ناس ذو قيمه في المجتمع. فاحنا عايزين الميك اب ارتست تطلع بالشكل الكويس قدام الناس دي. فكل ميك اب ارتست هتجيب موديل وتعرض عليها شغلها. حتى لو انت ما فزتيش بالمسابقه يكفيكي انك انت عرضتي شغلك قدام ناس كتير وهتتكرمي، وهيتعمل معاكي لقاءات من قنوات كتير جدا، واخبار هتنزل في المواقع الالكترونيه ودعايه على السوشيال ميديا. فاللي حابب يشارك في المسابقه يبعت لنا بس واتساب، و هنشوف بس اعلان المسابقه ونرجع لكم تاني. قريبا المهرجان الدولي. مهرجان ايجي فاشون الدولي من القاهرة. الموسم السادس لعام 2021. مع مستر احمد العزبي. قريبا المهرجان الدولي. مهرجان ايجي فاشون الدولي من القاهرة. الموسم السادس لعام 2021. مع مستر احمد العزبي. يا رب يكون الفكرة وصلت لكم. هنوصل كده لختام فقرتنا، نلقاكم على خير.